مريم البالغة من العمر 57 عاماً، لها 20 سنة، مشردة على الطرقات من بعد ما تم تعنيفها كلامياً من زوجها يلي حرمها بدوره من أولادها كل هيدا الزمن. كلام أصعب من الضرب، لو قوسوني أرحم. أنا ماني قادرة أدفع أجار بيت، ماني قادرة أعيش الحياة. يا بدك تاكل يا بدك تدفع أجار بيت، اختار من اثنين، بلا أكل ما فيك تعيش. التعب وشقى الحياة مبينين على وجهها. مريم بتعيش من صيد السمك على الكورنيش يلي أصبح مأوى لإلها. صحتها أصبحت على قدها وهي مش قادرة تتكفل بعلاجاتها. قال لي فترة شوية هيك مضعضعة، ضربي على راسي أكلتها وما بقدر أعالج حالي. تعرف أنت المعيشة هلا كيف؟ يعني الواحد عفواً بكلامي بدك تجيب ساندويش حقها أوف، دوبنا نطلع رزقنا. رغم ظروفها الصعبة أنقذت كلب كان مرمى بسلة المهملات ليصبح لاحقاً صديقها الوفي يلي ما بيفرقها بتاتاً. هيدا الكلب رفيقي أحسن من البني آدم، صدق هيدا الوحيد بس يشوفني عم ببكي أو زعلانة إله من امبارح عم يبكي وزعلان علي. بتمنى إني موت تحت سقف إنه بس كمان ما تطلع ريحتي. أنا بتمنى موت تحت سقف بس حدا يسأل عني. حسي حالك وحيدة؟ لا أبدا. مين معك؟ الله والقديسين مار شاربل ورفقه. هيدي الامر قلب على البكية بتحلم يكون عندها سقف تنام تحته، براد تحط اكلها يلي فيه، وتلفزيون لتشاهد كباقي الناس، برامج ترفيهية بتموه عنها. عم بتطالب بأبسط الامور الحياتية من بعد ما انحرمت منها.